صوت عندي وقت ينزل على الامبرياج، ينزل على الدبرياج يسكت. باش نفهمكم تو قبل كل شيء، اللي هو كيفاش تفهم اللي هو المشكل من من علبة السرعة مش من حاجة أخرى. خدمة نسمعوا في صوت خارج مش عادي خاطئ الموتور. هذا الصوت إذا كان هو أنت تنزل على الدبرياج ويسكت هو، معناتها في علبة السرعة. انزل على الامبرياج، شفتوه سكتة، صوت الموتور يدور صافي توا ما فهم شيء، صوت ما فهمش، معناتها يعني. وكان تعمل العكس مثلا، تنزل على الامبرياج يزيد الصوت وقتها تكون البي تي اللي هي رولمان بلي. عاود سيب الامبرياج معناتوه هذايا علامة اللي الصوت داخل علبة السرعة داخل البواد. عاود انزل